اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية عمل تأثير الورقة المشقوقة تورن بيبر. طبعا هذا التأثير جميل جدا ومشتهر بالسوشيال ميديا. طبعا التأثير ممكن نعمله بطرق عدة، واسهل وافضل هذه الطرق هي طريقة الموك اب او طريقة القالب. في هذا الفيديو راح نوفر لكم قالب. هذا القالب بخطوة واحدة راح نعمل تأثير الورقة المشقوقة. بإمكانكم تحميل هذا القالب في صندوق وصف هذا الفيديو. عندما نفتح القالب راح نشاهد التأثيرات، وبالأعلاه طبعاً Edit Content. هنا أنا كاتب لنا رسالة Your Image Here، يعني بإمكانك أن نضيف الصورة هنا. كل ما علينا نضغط دبل كليك على هذه الطبقة، دبل كليك بهذه الطريقة، ونضع الصورة بهذه المنطقة. مثلاً هذه الصورة، إذا لاحظ بإمكاننا أن نكبر الصورة بحيث تكون بهذه الطريقة، ومن ثم نضغط علامة الصح ونخرج ونحفظ سيف. إذا لاحظ أنه راح يتم عمل التأثير. طبعا التأثير جميل جدا. إذا لاحظ بهذه المنطقة ملون، وبهذه المنطقة بالأعلى والأسفل تكون الألوان خفيفة، وبالتالي راح يعطينا لمسة رائعة واحترافية. بإمكاننا ناخذ تطبيق آخر، مثلا هذه الصورة بهذا الشكل. نضغط علامة الصح، راح نحذف الصورة القديمة، وطبعا نخرج ويس. إذا لاحظ أنه راح يتم عمل التأثير بصورة احترافية جدا وبخطوة واحدة فقط.